مين برضو من حضرتك توضح لنا، يعني نوضح للمشاهدين طبعا استراتيجية 2030، ونحن طبعا الفترة اللي فاتت دايما بنسمع في يعني 2030 ان شاء الله كده هتبقى طفرة كبيرة جدا، فحابين برضو حضرتك تشاركنا بهذا. الحقيقة يعني استراتيجية 2030 أو رؤية مصر 2030 هي بتعتمد بالأساس على التنمية المستدامة الشاملة وتحقيق يعني تحسن في معيشة المواطن، وبالطبع التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي وفقا لعدة أهداف. أول هدف في استراتيجية 2030 تحسين حياة المواطن زي ما ذكرت، وتحسين مستوى معيشته، يعني ده جوه استراتيجية الدولة، جوه استراتيجية الدولة ده بالهدف أول للدولة، ده هدف أول للدولة، هي دي الرؤية، هي دي الرؤية وهي دي الاستراتيجية. رقم اثنين طبعا تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة المجتمعية. احنا النهاردة أما يعني كانت بداية يعني وضع أساس لرؤية مصر 2030 في فبراير 16، ما هو اللي وضع الرؤية كل فئات المجتمع من خلال المؤتمرات بالإضافة للخبرات الدولية وبمشاركة كل قطاعات الدولة من وزاراتها وأجهزتها تحت مظلة يعني فخامة القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي. أنا النهاردة عندي إن أنا أقدر إن أنا من ضمن الاستراتيجيات إن أنا أحقق تنافسية اقتصادية، وده من خلال إيه؟ من خلال إن أنا بصنع، وبصنع كمان وفقا لإن أنا ما بلوثش البيئة وفقا للنظم الدولية. يعني عندي يعني من ضمن أهداف الاستراتيجية الابتكار والبحث العلمي والاهتمام بالبحث العلمي، طبعا نظام بيئي متكامل وتحقيق الاستدامة. إن أنا النهاردة ما جيش علشان أستفيد إن أنا أدور الأرض الزراعية أو إن أنا ألوث مية النيل، لا، مية النيل هي وللأجيال الجاية، الأرض الزراعية حتى لو بتاعتي ليا وللأجيال الجاية، حتى الهواء إن أنا عندي مصنع ملوث الهواء، لأن أنا معلش أنا هشير لنقطة صغيرة جدا هنا. الحقيقة يعني أنا يمكن ذكرت يعني سابقا إن النهاردة الإنسان ما عادش محتاج يحارب كل إنسان وفقا لي يعني عوامل أيديولوجية سواء على العرق أو الدين أو أمور مختلفة، لأن الإنسان أصبح أكبر ملوث للبيئة، واللي يحارب البيئة يعني ويحارب الطبيعة، الطبيعة كافية إن هي لوحدها تقضي على يعني الحضارة الإنسانية بشكل كبير أو بشكل نسبي على الأقل، وفترات بسيطة جدا زي ما بنشوف الحرائق والنهاردة والأعاصير والمياه اللي تتمدد وارتفاع درجات الحرارة، والنهاردة المحاصيل الزراعية تأثرت بظاهرة التغير المناخي وهكذا، ودي وفق استراتيجية مصر 2030 تحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، رغم ان مصر مش شريك بالاساس في تلوث البيئه على مستوى العالم، هي اكبر دولتين هما يعني سبب هلاك الطبيعه في العالم هما الولايات المتحده والصين بالاساس بالنسبه الاغلب للتلوث البيئي وظاهره التغير المناخي بشكل كبير. ارجع اكمل كلامي، حوكمه المؤسسات والمجتمع الأمن والسلم، وإحنا النهاردة عندنا إحنا في 2014 طلعنا من الإرهاب يعني اللي كان هيقضي على الأكبر واليأس ويقضي على كل شيء يعني تحت مظلة القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي وجيش مصر، يعني رجالة مصر، جيش مصر، يعني هؤلاء الرجال الشرفاء وشرطة مصر طبعا. وبالنسبة يعني هدف آخر لاستراتيجية 2030 تحقيق الريادة المصرية بشكل كبير وسواء على المنطقة أو هكذا. والنهاردة عندي بالأساس يعني أكبر منظمات دولية وأكبر خبراء ورجال اقتصاد العالم يروا إن مصر
يعني ستلحق بالركب العالمي وسط يعني دول السبعة الكبار وصناعات يعني سنناطحهم، ويعني سيحدث منافسة معهم على المستوى الزراعي والصناعي وأمور هكذا. هم حتى كانوا بيلجأوا لنا في السنين اللي فاتت في مجموعة الجي 7 كمكمل ومتمم ليهم بشكل كبير، وتعالوا شاركونا. بل بالعكس، النهارده المؤشرات في ظل وباء كورونا وفي ظل يعني هذه الجائحة، النهارده مؤشرات مصر أفضل من الأرجنتين بكتير، والأرجنتين دولة مش قليلة، أفضل من الهند بكتير، حتى على مستوى البطالة، حتى على نسبة الفقر بشكل كبير. دول كنا دايما بنتكلم عنها وعن نجاحاتها بشكل كبير، مصر النهارده في المؤشرات فقط وعلى أرض الواقع. اتفضل.